السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. اجتماع تحضيري في نواكشوط لدورة مجلس وزراء مجموعة دول الساحل وسط حديث عن أزمات متعددة تمر بها المجموعة. نواب في البرلمان يشاركون وقفة لصيادين تقليديين ويطالبون الحكومة بمنع الصيد بالشباك الضارة بالبيئة. مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم يكشف عن اللائحة المستدعاة للمعسكر التدريبي وحديث عن حضور لاعبين جدد يستدعون لأول مرة. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. احتضنت العاصمة نواكشوط أشغال اجتماع الخبراء التحضيري لانعقاد الدورة الثامنة العادية لمجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس التي يرتقب أن تحتضنها موريتانيا هذا الشهر. اللقاء الذي يدوم يومين يناقش بالإضافة للتحضير لانعقاد الدورة الوزارية إلى مراجعة ما حققته خلال الفترة الأخيرة وآفاقها المستقبلية. وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية يدوم العبدي والجيد إن مجموعة دول الساحل الخمس تعيش أزمة متعددة الأبعاد تفاقمت نتيجة جائحة كوفيد-19. قررت وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح إعادة أسئلة مادة اللغة العربية التي تم تسريبها ضمن امتحان خاتم الدروس الابتدائية ودخول السنة الأولى من الإعدادية. وقال الوزير ملعينين وليه في مؤتمر صحفي إن الامتحان سيعاد الجمعة القادم. كما استهجنت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين تسريب مادة اللغة العربية من امتحان دخول الإعدادية ووصفته بالعمل الدنيء وغير الأخلاقي، وطالبت بفتح تحقيق حول مصدر تسريب الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. اليوم الثاني والأخير من امتحان دخول السنة الأولى الإعدادية نبأ لم يكن منتظرا يفجأ التلاميذ المشاركين، فحوى ذلك الخبر أن مادة اللغة العربية التي تعتبر أساسية قد تسربت وتم تداولها بليلة قبل توزيعها على الممتحنين. وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح محمد ملعينين وليه أكد خبر التسرب وأعلن خلال نقطة صحفية عقدها في مقر وزارته عقب اجتماع ناقش مختلف جوانب القضية، أعلن عن إعادة مادة اللغة العربية التي تسربت يوم الجمعة القادم. وقال الوزير إنهم اكتشفوا أن رئيس مركز امتحان في قرية الريفية فتح عن طريق الخطأ ظرف مادة اللغة العربية، واعتقد أنه يمكن تسوية القضية على مستوى المركز ولم يبلغ بالقضية. وأضاف الوزير أنهم قرروا ترك الامتحان يجري اليوم بشكل طبيعي خشية تأثير سحب الأسئلة على أجواء الامتحان. وأكد الوزير أنه تم فتح تحقيق في الموضوع وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائجه. يقول الوزير النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين استهجنت تسريب مادة اللغة العربية من امتحان دخول الإعدادية اليوم ووصفته بالعمل الدنيء وغير الأخلاقي، وطالبت بفتح تحقيق حول مصدر تسريب الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه. وحملت النقابة وزارة التهذيب المسؤولية الكاملة عما وصفته بالتباطؤ في متابعة خبر التسريب واتخاذ ما يلزم حياله، لافتة إلى أن موضوع الامتحان انتشر منذ البارحة وكانت الفرصة سانحة للتأكد من صحته والتعامل معه حسب نص البيان. كما طالبت النقابة بإعادة موضوع اللغة العربية في مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية لهذا العام والعمل على استصدار قانون يجرم ويعاقب على تسريب الامتحانات والمسابقات الوطنية. وتشهد المسابقات الموريتانية بين الفينة والأخرى حالات تسريب كان أبرزها تسريب مسابقة الباكالوريا عام 2000. زارت الأمينة العامة لوزارة الصحة حليمة با رئيسة اللجنة الوطنية الصحية المكلفة بالتحضيرات لبطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين أمس الجمعة بعض المرافق الصحية في نواذيبو. وشملت الزيارة التي تدوم يومين مركز الاستطباب الجوي بنواذيبو والمركز الصحي
المقاطعي ومستوصف وذيبو. وتعرفت الأمينة العامة للوزارة خلال الزيارة على وضعية المنشآت وقدرتها الاستيعابية ومدى جاهزيتها لاستقبال الرياضيين وإجراء الفحوصات، كما استمعت إلى شروح حول وضعية هذه المؤسسات وما تقدمه من خدمات واستشارات علاجية. دعا رئيس البرلمان الموريتاني في كلمته الافتتاحية لدورة العادية الحالية إلى بذل جهود استثنائية لمساعدة سكان ولايات الشمال الموريتاني، خصوصا المنمين والمزارعين في التعامل مع هذه الوضعية، مؤكدا أن الوضعية فاقمت عجز هاتين الولايتين المزمن في مجال المياه. كما أننا يجب أن لا ننسى وجود مناطق من البلاد مثل أدرار وتير الزمور لم تحظى بما حظيت به معظم الولايات من الأمطار، وهو ما يحتم علينا بذل جهود استثنائية لمساعدة سكانها خصوصا المنمين والمزارعين في التعامل مع هذه الوضعية. طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد والمحمد مبارك خلال زيارة تضامنية مع الصيادين التقليديين. طالب النائب والمحمد مبارك الذي شارك وقفة احتجاجية للصيادين التقليديين رفقة عدد من النواب، طالب السلطات الموريتانية بحل مشاكل الصيادين ومنع الصيد بالشباك ذات الخيط الأحادي. كنواب للشعب الموريتاني جايين اليوم مستجابين للدعوه اللي معدينا الصيادين التقليديين في نواكشوط، وقفنا على حقيقه مشاكلهم عن الصيد، عنده ياسر من المشاكل، ونحن كنواب مطالبين الحكومه بحل هذه المشاكل. من اهم هذه المشاكل اولا توفير الحمايه، اثنين تخفيض الضرائب، ثلاثه تهيئه بيئه صالحه لنا بحيث علينا نعود هون ميناء للصيد التقليدي في نواكشوط بهذا الميناء اللي له بعيد 50 كيل، وبالتالي نحن عندنا الشاطئ اللي 800 كيل، ومع ذا ما لنا مستفادين نواكشوط اليوم قال له السمك، هم قاع ولايات الداخل ما قلنا شيء، وبالتالي نحن ندور سياسه في مجال الصيد تجمع بين توفير ذلين قالوا ماده الصيد من خلال توفير الوسائل للصيادين ومساعدتهم وحمايتهم، ومن خلال سياسه اخرى تتعلق بتصديره للخارج، اياك فعلا يستفادوا منه كثروه سمكيه موجوده لنا الوطن، ويا الله يستفاد منه، لان قابلين على انه يتم ينتهب كيف كان يعدل في السنوات الماضيه، على انه الان بين الفساد والنهب، وبالتالي هاي الثنائيه ذي ظالي انها الحكومه يا الله تطرح لها حد، ويا الله الصياد يستفاد وينحمى ويجبر قيمه، على انه فعلا امتياز، على انه صياد موريتاني وعنده خصوصيه وعنده حمايه وعنده ماده تحميه وعنده وزاره تسعى مصالحه. نظم بيت الشعر بمقره في العاصمة نواكشوط أمسية أدبية دعما للقضية الفلسطينية تحت شعار القدس في وجدان الشعراء بحضور عدد من الشعراء والمسرحيين. وتهدف التظاهرة الأدبية وفق القائمين عليها إلى تأكيد أن الفنون الأدبية لا تقاطع بينها، بالإضافة إلى إحداث صلة تجمع بين الشعراء والمسرحيين. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. بيت الشعر ينظم أمسية أدبية بمقره في العاصمة نواكشوط دعما للقضية الفلسطينية تحت شعار القدس في وجدان الشعراء. رئيس بيت الشعر أكد أن هيئته منفتحة على جميع الفنون الأدبية باعتبار أن المعارف لا تقاطع بينها. ونحن منفتحون على جميع الفنون، نرى اللا قطايع أصولية أو إبستمولوجية بين المعارف، فهذه معرفة واحدة. عرض المسرحية الشعرية التي جسدها ممثلون من بينهم أطفال لقي استحسانا من بعض المهتمين في المجال المسرحي. مسرح غروتوفسكي بيتر بروك يقول عندما تشاهد فضاء وممثل يمر على خشبة المسرح فإنك تشاهد عرضا مسرحيا. ضف إلى هذا الجمال هذه اللغة وقدرتها وإبداع الأطفال، ما فيش أروع من الأطفال وهم يقدمون المسرح على خشبة المسرح
وبتمكن وبإلقاء جيد وبلغة جميلة. مخرج المسرحية أكد أن هذه التظاهرة الأدبية تسعى إلى إحداث صلة تجمع بين الشعراء والمسرحيين. أن نلفت انتباه المسرحيين والشعراء على إمكانية اللقاء وعلى تذكيرهم بالعلاقة القديمة بين الشعر والمسرح. فالمسرح بدأ شعرا ابتداء من إسخيلوس وسوفوكليس ويوروبيدس. وتهدف المسرحية الشعرية بحسب منظميها إلى تأكيد أن القصيدة العربية عموما والموريتانية خصوصا يمكن أن تتجسد كعمل مسرحي أمام الجمهور، والتأكيد على أن القدس باقية في الأذهان باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية. أعلن مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم كورينتيانز مارتينيز عن لائحة المستدعات للمعسكر التدريبي لمنتخب المرابطون المقبل، وشهدت الأسماء حضور لاعبين جدد يتم استدعاؤهم لأول مرة، كما جدد الناخب الفرنسي الدعوة لبعض اللاعبين رغم تراجع مستواهم، فيما شهدت القائمة غيابا شبه تام للاعبين المحليين. وتستعد موريتانيا لوديتي سيراليون والسنغال في 19 من الشهر الجاري تواليا ضمن تحضيراتها لتصفيات الكان المقبل. نتابع. استعدادا منه المعسكر التحضيري المقبل للمنتخب الموريتاني استعدادا لتصفيات الكان، أعلن الناخب الفرنسي مارتينز أخيرا عن الأسماء التي تم استدعائها لخوض المعسكر في ظل ترقب الشارع الرياضي والمتتبعين. خيارات مارتينز طغت عليها الأسماء القديمة التي طالما اعتمد عليها الرجل في الاستحقاقات الماضية، بالإضافة للاستعانة بأسماء جديدة فيما غابت عن التشكيلة وجوه متألقة محليا توقع البعض حضورها بلائحة مارتينز كياسين الولي. مارتينز جدد ثقته في حراس المنتخب على رأسهم الحارس الأول نامري جاوب، لاعب تفرغزينة، وبكر جوب لاعب الشرطة، بالإضافة لجايم باكي حارس واكشوتينغ. ذات الأسماء التي طالما اعتمد عليها المدرب في خط دفاع المنتخب تواجدت في القائمة، بالإضافة لعثمان عبد الله لاعب ستراسبورغ الفرنسي الذي يستدعى لأول مرة في تشكيلة المرابطون. خط وسط المنتخب يشهد غياب ركائز أساسية هذه المرة ككيديدي جلو وخاسا كامارا، فيما استدعي لأول مرة كل من الميغا موسنجاي لاعبي أف سي فول الفرنسي وإدريسا تشام لاعب قادش الإسباني، إلى جانب الوجوه الواعدة كسيد يعقوب المنتقل حديثا لفيتا كلوب الكونغولي وعبد الله محمود المحترف بي ألافيش الإسباني. على مستوى الهجوم أبقى مارتينز ثقته في الأسماء التي خاضت آخر المباريات الدولية رغم تراجع مستوى البعض منها، والحديث هنا عن أدم با جليس مقاعد نهضة بركان المغربي ونجم المنتخب بسام الذي لا يرتبط بأي ناد منذ فترة. المرابطون سيخوضون وديتين ضمن برنامجهم التحضيري، أولاهما ضد سيراليون بنواكشوط في 9 من الشهر الجاري، والثانية أمام السنغال في 13 من ذات الشهر. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. اجتماع تحضيري في نواكشوط لدورة مجلس وزراء مجموعة دول الساحل وسط حديث عن أزمات متعددة تمر بها المجموعة. نواب في البرلمان يشاركون وقفة للصيادين التقليديين ويطالبون الحكومة بمنع الصيد بالشباك الضارة بالبيئة. مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم يكشف عن اللائحة المستدعات للمعسكر التدريبي، وحديث عن حضور لاعبين جدد يستدعون لأول مرة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة وجديد الأخبار عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على الإنترنت الظاهرين على الشاشة. إلى اللقاء.